خطروشي وليد، رياض اللافي يلعب الكرة بالعرض، يضرب راسية ولا اوه هدف ثاني، هدف كرة مثل هذه الكرة لاحظ لقطات الإعادة، هنا تم رفع الكرة والرقابة غائبة، وهذا اللاعب الحقيقة يعني من ابرز اللاعبين الذين انجبتهم ليبيا خاصة في الكرات الرأسية. طبعا لا ننسى نوري السري، من لا يعرف نوري السري صاحب الراس الذهبية لاعب فريق المدينة سابقا.